في ناغورني كاراباخ مشهد لجوء قاطنيه إلى أرمينيا هو الطاغي هذه الأيام. نحو 100,000 لاجئ عبروا الحدود مع أرمينيا منذ الأحد الماضي وفق بيانات حكومية. الرقم مرشح للارتفاع. تتوقع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجاوزه حاجز 100,000 لاجئ. من الواضح أننا نتعامل حالياً مع أكثر من 80,000 لاجئ، وهذا الرقم بالتأكيد بحاجة لتحديث. نحن جاهزون للتعامل مع ما يصل إلى 120,000، ومن الصعب التكهن بالأعداد التي ستصل في هذه المرحلة. في الأثناء تركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إمداد الذين تخلفوا عن الرحيل بالمواد الغذائية والمستلزمات الأساسية وفق مدير العمليات في اللجنة. وضمن إطار الاستجابة لدعوات دولية للسماح بدخول مراقبين دوليين إلى كاراباخ ورداً على اتهامات أرمينية لأذربيجان بالتطهير العرقي، أعلنت باكو اعتزامها السماح لمجموعة من خبراء الأمم المتحدة بزيارة المنطقة في غضون أيام. وفي خضم موجة اللجوء هذه أعلنت أذربيجان اعتقال النائب الأول لقائد القوة الانفصالية في كاراباخ. يقول جهاز الأمن الأذربيجاني إن شبهات تحوم حول تورطه في أنشطة إرهابية. وبعد هذه التطورات المتسارعة منذ استسلام الإقليم في 20 من الشهر الجاري، فإن مستقبل قوات حفظ السلام الروسية بات على المحك. يعلن الكرملين أن الأمر سيبحث خلال مناقشات مع الجانب الأذربيجاني. إعلان يتزامن مع وصول وفدين من وزارتي دفاع كل من أذربيجان وأرمينيا إلى روسيا لحضور اجتماع لمجلس وزراء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.